السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي جريده الحدث 24. مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من العاصمه العلميه للمملكه مدينه فاس. بزاف الناس اللي غاجيهم غريبه هذا العنوان ديال كورنيش مدينه فاس. فعلا هذا هو الكورنيش، هذا هو الفضاء، ربما الفضاء الاكبر او الفضاء الوحيد اللي كاين هنا على مستوى مدينه فاس، كيتواجد فوق التراب ديال مقاطعة أكدال على طريق مكناسية، طريق مكناس. غتشوفوا معانا كيفاش الناس خارجين بوليداتهم بعد ما قهرهم الصهد، خارجين لهنا باش يفوجوا، بما أن ما كاينش حدائق من غير هدف انتظار الحديقة اللي غتكون في واد فاس وبعض الحدائق الأخرى. غنشوفوا الناس كيفاش خارجين قهرهم الصهد، قهراتهم الحرارة، وخارجين يفوجوا شويه، يتبردوا شويه بعد نهار كدوز 40 درجه الحراره. اليوم كانت 40 36 38 في هذا الحدود، اما البارح والبارح والايام اللي فاتت كانت 46 45 44، يعني المود الحراره. هذا جانب غنوليو ندخلوا في وسط هذا الكورنيش اللي الناس ديال فاس كيعتبروه كورنيش هو الفضاء الوحيد اللي كاين هنا. ومشكورين سواء هذا المجلس او المجلس السابق اللي صوبوا هذا الفضاء الوحيد، كنقولها وكنأكد عليها، اللي هو الفضاء الوحيد اللي كاين بالنسبه لساكنه فاس فين يخرجوا اللي كيجيو من مختلف المناطق، ابار نقولوا شارع الحسن الثاني او شارع محمد السادس اللي كيخرجوا لهم الناس ويفوجوا فيهم شي شويه. الا ان هاد الشارع تشوفوا معنا شحال ديال الطوموبيلات والناس مخرجين وليداتهم، لان ما كاينش شي بلايص اخرين اللي يقدروا يمشيو لهم، علما ان حتى الطريق في هذا المكان خايبه. ها هو دابا الطريق ندوزو فيها روكار ما كاينش، يعني الظلام، ولكن رغم ذلك هانتوما روكارات في الطريق ما كاينينش، روكارات في الطريق دايرين فيهم شجر هي. ولكن على الاقل هذا الفضاء فين يخرجوا الساكنه ديال فاس، الفاسيات والفاسيين، يخرجوا يفوجوا شويه ويتبردوا شي شويه هما ووليداتهم، لان المكان خطير وخطير جدا، لان كاين داك الحشائش او داك الربيع اليابس. هانتوما تشوفوا باش قلت لكم راه كاين خطر هنايا، حتى اللي غادي في الطوموبيل خطر. فوسط هاد الكورنيش شنو كاين، حنا كنوريوكم فوسط الكورنيش شنو كاين. هانتوما مازال تشوفوا الجانب الاخر، مازال متابعينا حنا عاد في البدايه. شوفوا معنا هادشي فوق مقاطعه اكدال، شوفوا وسط الطريق كيفاش دايره. هذا كورنيش ديال فاس، هرب لا عندك طوموبيلتك ولا موتور، اهرب على الطريق لا توقع في شي كارثه. وشوفوا الاكتضاد اللي كاين، اضافه كما قلت كاين حشائش اللي يقدروا يخرجوا منهم حنوشه او عقارب او شي حاجه. الناس اللي كيجيو لهنا يحضيو راسهم من هاد المسائل. ها انتم كتشوفوا العائلات خارجين بوليداتهم، بعائلات السيد مع مراته مع امه مع خوته، خارجين لهنا. ما كاينش شي بلاصه اللي يمشيو ليها، كيجيو لهنا شي شويه على الاقل مؤمنه وكيخرجوا يتبردوا شويه، بما ان ما كاين لا بحر حتى البيسينات يلاه فتحوا، والبيسينات ماشي شي بيسينات اللي نقدروا نقولوا اللي كيراعيو الشروط، ولكن على الاقل ولاد الفقراء ولاد الدراوش ولاد المساكن هذوك هما البيسينات اللي يقدروا يمشيو ليهم. غير هذا المكان هذا محفوف بالمخاطر، ساكنة فاس ما عندهمش بديل، كيجيو لهنا. هذا هو اللي نقدروا نسميوه كورنيش ديال مدينة فاس، لأن ما كاينش شي بلاصة اللي غتلقى فيها هذا الاكتضاد وما نعطيوهاش هذه التسمية، خاصة في فصل الصيف. غتزيدوا غتشوفوا معنا الناس كاع داروا قهاوي، داروا شلي في هذا الفضاء، كيترزقوا الله مع هاد العائلات اللي كيجيو لهنا. حنا فقط كنبهو حتى الناس اللي كيجيو لهنا لهذا المكان هذا يجيو له يحضيو وليداتهم، كيدوزو مطر بسرعه، كيدوزو مالين طوموبيلات بسرعه. كاين بعض الشباب متهورين
إضافة إلى أن الروغارات متقوبين ويحضيو راسهم الزوار اللي كيجيو لهذا المكان ولا اللي كيجيو يتنزهوا في هذا المكان يحضيو راسهم من الحنوشة والعقارب اللي كيخرجوا من هذا الحشائش اللي هنايا لا قدر الله. غنمشيو غنديروا الرومبوان وغنهبطوا ندخلوا في الفضاء اللي عامر ب حنا في هذه الجوله غنوريكم الكورنيش ديال فاس كيفاش داير وشحال عامر، وتشوفوا الساكنه ديال فاس اللي جنان السبيل كيسد مع الخمسه. الحديقه اللاتينيه هي الحديقه اللي شي شويه نقول نقدروا نقولوا انها حديقه راقيه في كاينه في وسط فاس في وسط مقاطعه اكدال ايضا، وهي اللي كيمشيو لها بكثره الساكنه ديال المناطق المجاوره ليها، الا ان هذه المنطقه هذه كيجيو لها الناس من كل الاحياء الشعبيه، بن دباب، بن سليمان، من واد فاس، الحديقات، غات، كيجيو لهذا المكان لان قريب ليهم. كيخرجوا الناس ديال الحديقات غات ولا اللي عندهم طوموبيلات ديالهم بن دباب كيجيو لهذا المكان باش وليداتهم كيلعبوا شي شويه. وغتشوفوا معنا من الجانب الاخر متابعينا الاكتظاظ اللي كاين، اضافه الى ان هذه المنطقه هذه بؤره سوداء كيوقعوا فيها القصايد بزاف الله يسر، لان موالي المطر كيجيو لهذا المكان هذا كيجيو بكثره، اصحاب الدراجات كيجيو بكثره. وحنا ندخلوا دابا للمكان اللي كيعجب عباد الله، وغتشوفوا معنا متابعينا هذا الاجواء ديال هذا اللي سميناه الكورنيش ديال فاس، ونحاولوا نمشيو غير بشويه باش تشوفوا الكورنيش ديال الفاسيات والفاسيين في منطقه ديال واد فاس قرب من مرجان، وهذا اللي معروف بهذه البلاصه هذه معروفه في الصعيد ديال مدينه فاس كيجيو لها من كل بلاصه، لان ما كاينش شي فضاء كبير ولا واسع بحال هكا. حتى الصهد والحراره خرجات الساكنه كتخرجوا يوميا لهنا باش نتوما كتشوفوا حتى الناس اللي كيبيعوا كيفاش، وهاد صحاب المواطر نتوما غتشوفوهم معانا كيفاش كيدوزوا بسرعه. مالين الطوموبيلات ايضا واقفين بطرق غير قانونيه في الطريق. المهم انه كورنيش كينقصوا غير شويه ديال البحر وشويه ديال التنظيم، ما نقولوش البحر، لان في هذا المكان هذا اللي حنا كنمروا فيه كان عمدة السابق شباط قال انه غيدير واحد البحر اصطناعي وما كملش، الناس خداو هذا خلاو البحر ما دارش بحر، جاو داروا خداوه كورنيش فين يجلسوا هما وليداتهم يفوجوا شي شويه. ومازال المكان لتحت واخا فيه شويه ديال الظلام، غندوزو من تما باش تشوفوا معنا حنا الساكنه ديال فاس كيفاش الفضاءات اللي عندنا. هذا هو الفضاء الوحيد اللي كاين في فاس اللي يمكن لهم يمشيو له الساكنه ديال فاس، هذا هو الفضاء الوحيد كنقولها وكنعاودها. الناس فين كيجيبوا وليداتهم في الظلام، كيجيبوا الطوموبيلات وليداتهم يجلسوهم هنايا في الظلام، لان ما كاينش فضاء اخر. وغنرجعوا من نفس المكان باش تشوفوا يعني كورنيش مدينة فاس. هو اللي يجيو له الناس اللي ولاد فاس يبغيو يجيو لهنا، اللي عنده طوموبيل ديالو ولا موتور ديالو الله يجازيكم بخير. كاين شنطيات حضيو في الشنطيات، كاين شنطيات ما فيهمش ديك الغلاقات ديال الروكارات، كاينين وليدات صغار كيلعبوا هنايا كيخرجوا بسرعه كيكونوا كيلعبوا. ها انتم معانا حتى البيع والشراء ولا هنا، ها الناس حاطين الشطرات وحاطين الخرده كيبيع، ها السبرديلات، ها غير العطريه اللي ما كايناش، اما كلشي كيتباع هنا. ها تشوفوا معانا الوليد صغير معمول الموتور كيفاش كان يوقع له، يعني في المباشر كنوريكم حتى شنو اللي في هذه المنطقه هذه اللي واقع في كورنيش فاس.
وبزاف لا جيهم غريبه، ولكن تشوفوا معنا يعني هذا المشهد هذا ما تقدروش تشوفوه شي بلاصه اخرى من غير الكورنيش. مازال كان عندنا فضاءات، عندنا حدائق اخرى، عندنا بزاف ديال فين يمشيو الناس يرفعوا على النفس ديالهم شويه، غتجيكم تجي عاديه. ولكن بما اننا ما كاين لا فضاءات لا حتى حاجه، نتمنوا يفتحوا هذوك الحدائق اللي راهم في طور التصميم ديالهم ولا في طور الانشاء ديالهم، يفتحوا باش هاد الاكتضاض ما يبقاش هنا. ومثلا الناس ديال بن دباب يمشيو لهذيك ديال واد فاس اللي في بالقرب من عين قادوس، الناس اللي هنا يجوا لهنا ما يبقاش هاد الاكتضاض، وما يوقعش بزاف ديال الممارسات اللا اخلاقيه اللي كتوقع هنا، بزاف ديال الحوايج اللي خايبه، بزاف ديال التهور. راه الناس كيخرجوا هنايا مع وليداتهم، كيوقع التحرش، كيوقع بزاف د الحاجات اللي خايبه. ومرارا كندوز من لهنا كنلقى مدابزات، يعني فاش تلقى شي بلاصه فيها اكتضاض بهذه الطريقه وفيها عشوائيه بهذه الطريقه اكيد غيكونوا فيها حوايج خايبه. ولكن غالبيه ديال الشباب ولاد فاس اللي دايرين هاد المبيعات هنا كيبيعوا هاد العصير ولا قهوه ولا شي حاجه، راه كيحاربوا البطاله فهاد الموسميان وصافي. وبالنسبه للساكنه عاوتاني كيجيو لهنا باش شويه كيرفعوا، ما عندهمش مكان اخر فين يمشيو. السلامه ديال الجميع هي الاهم من هادشي كله، هي السلامه ديال الجميع. حنا في هاد الجوله معكم، حتى الناس ديال فاس اللي ما عارفينش هاد المنطقه، واه كنقول لكم شنو كيوقع فيها وشنو واقع فيها. وغنرجعوا من المكان اللي جينا فيه في الاول باش نوريوكم متابعينا، وغنركز على الغلاقات، المكان اللي كتعج حتى هي بالزوار وصحاب الطوموبيلات، واللي الغلاقات ديال الروكارات ما كايناش، باش حتى الناس اللي عندهم السيارات ديالهم وكيجيو ولا مالين الماطر اللي كيجيو هما متهورين وكيمشيو بسرعه يراعيو. راه الله يستر، الا مشيتي تضربتي راه كاين ظلام، ضربتي تما راه هكا الله والباقي الله. نتمنوا السلامه للجميع. غادي نحاول نهبط التليفون لهذاك الروكارات اللي دايرين لهم، اللي دايرين له شجره، اللي دايرين له حجره، كل واحد شنو دايرين له، باش تشوفوا الخطر اللي محدق بهاد الناس اللي كيجيو لهنايا الا ما ردوش البال. ربما هاد الشانطي هذا مازال ما مصوبينوش مزيان، ولكن هنا فينا غادي نبداو نشوفوا الكوارث ديال هاد الشانطي اللي ممكن انه دير كارثه. غنحاولوا نتجنبوهم، ولكن غادي نقربوكم منهم تشوفوا. الجنبات راه تشوفوا في الصور عامرة، الناس بالطوموبيلات ديالهم ووليداتهم جالسين، ولكن وسط ديال الشانطي انتم غتشوفوا الكارثة. هاد المنطقة هذه كما قلنا تابعة لمقاطعة أكدال، شوفوا الاكتضاض ديال الطوموبيلات، وعاد كما قلنا الوليدات الصغار كيلعبوا، الناس مخرجين العشاء ديالهم، مخرجين القهوة الكوتي ديالهم. هنا هذا هو المتنفس اللي عندهم فين يمكن لهم يخرجوا يرفعوا هما ووليداتهم. هنا غتبدا الكارثة، هاد الظلام ها الروكار الاول، ها الحجره دايرين له حجره،
هذا الاول. هاد الثاني دير له شجره، هاد الثاني معلمينو بشجره، هانتوما كتشوفوا معانا الناس اللي كيجيو لهنايا بالطوموبيلات ولا بالماطر، حضيو راسكم. هاد الثاني فيه شجره، هاد الثالث حنا وصلوا له، هادشي ما مبعدينش بيناتهم، هادو روكارات. هتشوفوا الطوموبيل كيفاش كتبعد على الشانطي على الروكار باش ما توقعش كارثه. هاد الثالث ها هو حجره، هاد الثالث مع ملمينو بديك ثلاثه الحجرات كنهربوا عليه. ها هو ذا الرابع، الرابع معلمينو بالطرف ديال الشجره، جدع ديال الشجره ها هو الرابع. يعني كل شيء كتشوفوه معنا متابعينا بالمباشر بلا ما تنحتاجوا لا زواق ولا تقطع ولا خباع ولا والو. ها الخامس، ها الروكار الخامس، ها الروكار الخامس حجره نيت، وغنخرجوا باش نخليو الطوموبيل الاخرى تجي باش ما نسببولهاش حتى هو مول الطوموبيل يوقع له شي كارثه الله يحفظ. لهذا اللي جاوا الناس اللي يجيو لهذه المنطقه هذه الكورنيش فاس، ايه كما قلنا في العنوان كورنيش فاس. الله يجازيكم بخير، حضيو راسكم من هاد المسائل هذه باش ما توقعش شي كارثه. وصحاب الدراجات الله يهديهم، صحاب المواطر الله يهديهم، الله يهديهم باش ما حتى هما المقر ديال عمالات مولاي يعقوب على طريق مكناس. نوليو ندورو نمشيو متابعينا. مزيان ان يكون عندنا حدائق بحال هكايا ولا فضاءات يرفهو فيهم الناس، ولكن خاصهم شويه ديال الاصلاح الله يجازيكم بخير، وشويه ديال على الاقل يكون الماء، يكونوا مرافق زوينه، يكون شويه ديال الامان باش الناس اللي كيخرجوا يكونوا مؤمنين. هذيك الحال باش اننا نكونوا شي شويه واقعيين، هذوك الحشائش ولا داك الربيع اليابس بهذا المعنى، هذاك الربيع اليابس اللي كاين هنا واللي كيشكل خطر وربما يخرجوا منه الحنوشه في هذا المكان اللي كيجيو له هاد الناس. علاش داك العمال العربيين اللي واخدين بطائق الانعاش في الجامعه ديال فاس وكيتخلصوا وكنشوفوا حنا بحال الشيء هذا، علاش ما يخدموش الا كانوا غياخذوا بطائق الانعاش وغيتخلصوا من الجامعه على ظهر الضرائب ديال اللي كيدفعوها المواطنين، علاش ما يخرجوش ويخدموا هاد بحال هاد المسائل هادي وما تبقاش ديك الحشائش ولا الناس ديال اوراش؟ علاش ما يجيوش لهاد المنطقه هادي وينظفوها؟ هذا كتساؤل، انا كتساءل علاش الناس ديال اوراش ما يجيوش لهاد المكان هذا، داك اللي واخدين اللي خداو داكشي ديال اوراش علاش ما يجيوش لهاد المكان هذا وينظفوا داك الفضاء ويديروا مرافق ويسهروا عليه ويكون فضاء زويون، وحتى الناس الا خرجوا يكونوا خارجين وهما مامنين. والضو علاش ما يكونش ضو كافي تما؟ حنا غير كنتسائلوا وهذا الشيء ما كان. المهم قربناكم من هذا الفضاء ديال كورنيش فاس اللي كاين مجموعه ديال الصور كتناقل عليه، والناس كيقولوا هذا فوق كورنيش فاس، كورنيش فاس عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي جينا درنا هذا المباشر في عين المكان. تحيه لكم متابعينا الى مباشر اخر ان شاء الله بحول الله.